المغرب عارف واحد العدد ديال الأوراش والإصلاحات الهامة خلال السنوات الأخيرة، ومست جميع الميادين اقتصادية اجتماعية بيئية ثقافية وحتى على المستوى الديني وعلى المستوى التنوع اللغوي، واحد العدد ديال الإصلاحات اللي يعني تم توجات بدستور 2011 اللي جاب واحد المقتضيات مهمة، وكان اعتباره تحول كبير في مسار الديمقراطية وإقرار يعني دولة الحق والقانون ودعم المؤسسات على جميع المستويات ديالها في المغرب. وهذا اللي جعلنا في منأى الحمد لله على التصدعات ويعني والمسائل المشينة اللي كتعرفها واحد العدد ديال البلدان العربية والإفريقية، والحمد لله على الاستقرار ديال بلادنا، لان كتعرفوا بان الاستقرار هو يعني هو كل شيء، هو البلاتفورم، هو علاش كيتبنى كل تنميه وكل تقدم. موازاه مع ذلك كانت هناك استراتيجيات يعني قطاعيه اللي مهمه في واحد العدد ديال المجالات، في الصناعه، في الفلاحه، في الصيد البحري، في السياحه، في واحد العدد ديال المجالات. وفيما يخص وزاره الشباب والرياضه اللي كتحظى بواحد الاهتمام وواحد الرعايه ساميه من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، فكانت هناك اولا يعني الانطلاقه في التحول من ناحيه استراتيجيه ديال الوزاره سنه 2008، لان كانت هناك مناظره وطنيه في الصخيرات اللي كانت رافقتها وتوجتها واحد الرساله ملكيه ساميه اللي كانت يعني وضعت يعني الاسبوع على واحد العدد ديال الاختلالات وواحد العدد ديال المشاكل اللي كتعاني منها الرياضه والسياسه الشبابيه على مستوى عام. وهذه الرساله الملكيه يعني كانت بمثابه خارطه الطريق اللي اعتمدتها الوزاره، من بين التوصيات وداك والاعمال اللي كانت في الاوراش ديال ديك التظاهره. والوزاره خرجت من خلال التظاهره بواحد استراتيجيه فعلا ديال 2008 اللي كتمتد من 2008 حتى 2020. كان هناك ايضا قانون مؤطر، قانون التربيه البدنيه والرياضه، يعني اللي جاب واحد العدد ديال الاليات وواحد العدد ديال الانفتاحات على للتنميه